بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس جلسة مريحة، يفضل استقامة العمود الفقري، منرخي الجسم، رجلين، الجذع، الحوض، البطن، الظهر، الأكتاف، الذراعين، الكفين، ممكن مفتوحتين نحو السماء على الركبتين أو الفخذين. ناخذ شهيق، زفير، نرخي الرقبي، الرأس، عضلات الوجه، عضلات العيون، الرقبة، الشهيق، هواء بارد على الشفة العليا، الزفير ساخن، شهيق، زفير. عم نشعر بوجود روحي، بوجود عمود من نور بشكل محور ينزل من أعلى الرأس لنهاية العمود الفقري، عمودي على الأرض. الله نور السماوات والأرض. الأرض جذورنا، ثباتنا، استقرارنا، وجودنا في عالم الزمان والمكان. نتلامس معها بقوة طاقية من شاكرا القاعدة في نهاية العمود الفقري، مسافة بين الأرض والجسم محل ما نحن جالسين، قوة من الطاقة ذات الموجة الحمراء، طاقة مادية قوية جدا، شفافة لطيفة، من خلالها نتجذر بالأرض، نتجذر من خلال امتداد جذر أساسي قوي جدا يخترق القشر الأرضي لمسافة متر، ينمو 3 أمتار، ينمو 10 أمتار، ينمو 100 متر، يتفرع عنه جذور. نحن متجذرين، ثابتين بقوة برسوخ. في الأعلى طاقات السماء تتحدر من العمود القائم، القائم بحقيقتنا على خط الأفق الأرضي. نحن نتواجد على سطح الأرض من خلال معلومات تأتي من السماء، من سماوات العقل. الله نور السماوات والأرض. السماوات مناطق وعي، أكوان موازية لها سفارات فينا، في منطقة شاكرا التاج تنفتح
بشكل زهرة بيضاء بألف باتلة تستقبل معلومات السماء، معلومات العقل الشامل، معلومات الأبدي فوق الزمان والمكان، تغذي مقامات الإنسان فينا على المحور النوراني، حيث مكان العين الثالثة في مركز الدماغ. الغدة الصنوبرية تحوي معلومات عن أقدارنا وحيوات عشناها على الأرض. نتصور أنفسنا نمشي الهوينا على تربة الأرض، في كل خطوة نخطوها هناك احتمالات لوجود أجداث منا، من أنفس عاشت هنا تخصنا. نمشي الهوينا، نحترم تربة الأرض فهي منا ولنا. نحن نعيش هذه التجربة الزمانية المكانية بجسد آني واسم ضمن زمان ومكان، لأنه القدر الفردي جعلنا نسير الآن نخطو. كلما كنا بخطو الهوينا وبلطف واحترام وتقدير للأم الأرض، كلما خفت عنا أحمال ثقال وأزيلت عن كواهلنا أقدارنا الجسام. نحن نوجد الآن لكي نعي أن في كل ذرة من ذرات هذا الوجود بصمات وجود لنا. نحترم كل ذرة، كل حجر، نقدر هذا الوجود. احترامنا للأم الأرض ننجح بتجربة فك التعلق من خلال تواجدنا بأجساد عشناها ودفنت في هذه التربة الأرضية. على المحور النوراني ننزل لمقام شاكرا الحلق في الرقبة، ناخذ شهيق زفير لون الأزرق لطيف الشفاف لعمق الحنجرة، نقطة مضيئة جدا متصلة بالعمود النوراني، تعبر عن أهمية التعبير عن الحقيقة، عن أهمية عدم استنزاف طاقاتنا في زيف الكلام والغيبة والكذب. الله.
جديد على المحور النوراني، ننزل لدائرة القلب حيث تقاطع العالمين المادي والروحي، الأرضي والسماوي، السالب والموجب، الخارجي والداخلي، في منطقة القلب. ناخذ شهيق للهواء المنعش اللطيف، نغذي منطقة القلب مع الزفير من حس بلطف بمنطقة القلب، وكيف أن أثقال العواطف والانفعالات تزول، وكأن خيوطا سوداء من الحزن والمآسي والذكريات قد جعلت حملنا ثقيلا على قلوبنا. بالشهيق عم نشهق اللطف والنور، بالزفير عم نحس بكبة خيطان سوداء معربسة عم تتسرح، عم تتحول مع النور. القلب عم بخف عنه الحمل الثقيل، عم ينبض بفرح، عم نشعر الآن، نشعر بفرح القلب. نستشعر الفرح بمنطقة القلب، فرح بوجودنا الآن، فرح بالعلوم السامية من سماوات اتساع العقل تهبط بليونة وسهولة ومرونة على حبل من نور لتنبت زهرة بيضاء في قلبنا الفرح. عم نشعر بأهمية الفرح، الفرح هنا بالحقيقة يعادل موجة الحب الإلهي، غيوث السماء تنهمر من اتساع عقلنا، تهبط بليونة ومرونة لتفرح قلبنا. نغني مجد الحب، نعزف معزوفة الإله بفرح. هنا في دائرة القلب نستشعر جمال الغب المقدسة، هنا تفك عنا عقد التطرف لليمين والشمال، للأرض والسماء، لنعيش الحب اللامشروط. هنا ندرك أن الله معنا، هنا في دائرة القلب ندرك تلاقي الانفصال بين المثلث السفلي والمثلث العلوي، يتحدان بكرة بالقلب النقي. هنا ندرك كيف أن مثلث سليمان الحكيم عليه السلام في العالم العلوي الذي يتمثل بثلاث شاكرات علوية قد التقى مع المثلث السفلي المتمثل بثلاث شاكرات سفلية في دائرة القلب لتتشكل كرة من المحبة الإلهية
هنا نصبح بنغمة مع الموجة الإلهية. تكورت الأنا حتى انعدمت. هنا بالذات ندخل لأصغر من أصغر ذرة بالفرح لنخرج لاتساع أكبر كون مع العقل المتسع. هنا قد تلاقى في القلب كل الوجود. هنا قد فهمنا معنى أنه أقرب إلينا من حبل الوريد، فهو في الكرة القلبية بنغمة الحب الأزلي وشعور الفرح. هنا ندرك معاني الآيات المقدسة ومعتقدات الشعوب. هنا توحيد الخالق العظيم بلا متاهات عقائدية. هنا نغني المجد الإلهي بفهم واتساع وحبة محبة بالفرح. هنا ندرك معنى آياته الكريمة: إن الله فالق الحب والنوى. ندرك تشكل كوننا الجميل من حبة فرح بقلبنا النقي من خلال معلومات كونية تأتي عبر عقلنا المتسع الشامل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ندرك كيف أن تعلقاتنا ورغباتنا ومحبة الكائنات دون الله هي عبارة عن فلتان للطاقة في المثلث السليماني الأدنى. نحن نخلق أقدارنا بقدر انفصالي أو بجمال الاتصال. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن التطور الإنساني في شاكرا القاعدة هو تعبير عن الحب الشامل بمقام المادة، وكأن حب المال والممتلكات أصبح معبودا بأفكارنا وواقعنا. لنخلق قدرا موافق لما نرغب، ولكنه جحيم الانفصال، وكذلك بشاكرا الأثير بالمقام الفكري أو الطاقي الثاني، وكذلك مقام الضفيرة الشمسية حيث العلاقات. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن الإيمان هو بذرة زرعت في تربة الأرض تجذرت
وكررت بحيوات وحيوات وحيوات حتى نما فيها العود لتصل طاقة الحياة لكرة القلب. هنا بالذات ندرك أننا بنغمة إلهية، أننا واحدين بالله. هنا بالذات ندرك حقا أننا اقتربنا من عدم الشرك بالله، وكل ما عدا ذلك من مقامات شرك خفي ولا ندري. شرك لأن الحب تجزأ، كل الأمور لله المحب الرحمن الرحيم، فنحن به وله ومنه ومعه، نحن بدائرة الفرح. ننحني لجمال تجليه في قلبنا النقي، ننحني ونذرف الدموع لنغسل أدران السنين بعد أن كنا ببعد عن هذا الإيمان وهذا اليقين. هنا نشعر بكرة الفرح تتسع وتتسع وتتسع لتسع كل الكرة الأرضية، فنصلي للجميع أن يكونوا بسلام، أن يكونوا بوعي الفرح. كونوا بسلام، كونوا بسلام، كونوا بفرح وسعادة وسمو وسلام. لمن أحب أن يفتح العيون بالتدريج بعد دقيقة يستطيع، ولمن يرغب باستمرار التأمل مع موسيقى الجمال فله اختيار الحال.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.